السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم وأهلا وسهلا بكم أخواني الأعزاء، ومعاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات. واليوم احنا عدنا علمني علي للفنان الكبير عبد الله الرويشد، وهي من ألحان الفنان الكبير فاروق هلال من العراق طبعا. والفنان عبد الله الرويشد هو فنان كويتي، وهذه سجلت في استوديوهات في العراق طبعا، ومن خلال فرقة موسيقية كبيرة وضخمة لهذا العمل الموسيقي. اليوم قبل ما أبدأ بيعلمني عليه دورات موسيقية 8 محاضرات اللي يحب يشترك بتعلم العود وأيضا الغناء، ويقدر أنه يتصل برقم الواتساب موجود أسفل الفيديو، وهذا واتساب طبعا مالتي اللي هي من خلاله تقدر تستفسر سعر الدورة اللي هي أونلاين مباشرة، وأيضا بالتالي راح تكون هي طبعا بسعر بسيط وزيد. نلاحظ مثل سير مقدمة وصول بمول فا 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 سينا خنبوميرا با يوريمي فاميرا سينا با سينا صول فاميرا يوريمي فاميرا سينا صول فاميرا بانا ناسي داري با ناسي صوت طبيعي سوى مي 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 فا صول فا فا مي 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 فا صول فا مي 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 طبيعي فا مي مي با فا لا لا سي لا صول فا صول صول فا فا مي لا واعتقد ان تتعلموها ببطء، لان هي هذه صعبة جدا ويحتاج لها عازف ويحتاج لها مسيطر على هذا الشيء. اتمنى انه استفاديت، وتحياتي لكم واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.